بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سؤال امبارح كان يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فإحنا عاوزين إجابة، بس هي جايزة واحدة النهاردة، فاللي عارف يكون مرتب الكلام عشان اللي هيغلط لو حتى لو قال ثلاث آيات مش هياخد الجايزة. تعرف؟ طب تعال. اسمك إيه؟ بلال. تعال يا بلال، أقف في ريحي هنا وعلي صوتك وقول يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة يعني إيه؟ الريح تثير الأتربة. جميل، بس الناس دي مش سامعه على فكره، عشان انت لو قلت صح هيقولوا لي بتاعك على امسك كده. لا 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 خلاص امسك كده قول يلا. الرياح تثير الاتربه دي معنى، والذاريات ذروه ذروه فالحاملات وقرا يعني ايه؟ السحب تحمل الماء. جميل، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى السفن تجري في البحر. جميل ما شاء الله. فالمقسمات امرا، الملائكه تقسم الامور. ده المفروض ياخد 100 جنيه. لا يعني جايزه دي قليله يعني. الحاج احمد يا عم ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، ربنا يفتح عليك. اتفضل، جزاكم الله خيرا، فتح الله عليك وعلى والديك ما شاء الله. طبعا سوره الذاريات ربنا سبحانه وتعالى في اولها بيقسم باشياء معدده، اشياء عديده يعني. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، فأحياناً يقسم بالضحى، وأحياناً يقسم بالليل، وأحياناً يقسم بالشمس، وأحياناً يقسم بعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول إيه؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم إيه؟ يعمهون. صلوا على رسول الله. يبقى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فله سبحانه أن يقسم بما شاء. فهنا عدة أقسام. قال: والذاريات ذروة، يعني الرياح الشديدة التي تقلع الأشياء والتي تذر التراب، دي معنى والذاريات إيه؟ ذروة. فالحاملات وقرا، وهي السحب التي تحمل الثقيل من الماء. فالحاملات إيه؟ وقرا. فالجاريات يسرى، وهي السفن الضخام التي ييسر الله تعالى سيرها في البحار. فالمقسمات أمرا، وهي الملائكة تقسم الأرزاق بإذن الله سبحانه وتعالى وتدبرها بين الخلق. إنما توعدون لإيه؟ لصادق وإن الدين لواقع. فالله سبحانه وتعالى ما وعدنا به صدق، فوعدنا بالجنة، ووعد المشركين بالنار، ووعد بأن هناك بعثاً بعد الموت، وأن هناك حساباً، وأن هناك داراً آخرة، وأن هناك صراطاً، وأن هناك ميزاناً، وأن هناك حوضاً، وأن هناك أشياء وعوالم وعدنا بها، هي حق وهي صدق. كل البنات اللي راحت هنا ترجع تاني يلا. دي السؤال بتاع إيه؟ بتاع امبارح. صلى على سيدنا النبي. دي السؤال بتاع بكرة بقى، نركز. الله سبحانه وتعالى موجود، صح ولا لا؟ ولكن في ناس بتنكر وجود ربنا والعياذ بالله. فالقرآن الكريم استخرج خمسة أدلة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. نقرأ كده في القرآن ونطلع بكرة إن شاء الله خمس أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. يبقى السؤال بتاع بكرة بين أو اذكر خمسة أدلة من القرآن الكريم تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. الإجابة بكرة إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. صلاة القيام يا أسلام الله.